نشرة الظهر. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل المبرمة بين تونس وعدد من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. وفي النشرة قراءة في أهمية هذا التمويل. في انطلاق أشغال لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية في دورتها الثالثة، وزيرة التجارة تؤكد ضرورة الاستفادة من الفرص غير المستغلة في مجال التجارة مع البلدان الإفريقية. في النشرة تفاصيل برنامج وزارة التجهيز والإسكان لتمكين الأشخاص من ذوي الدخل غير المنتظم من الانتفاع بقروض السكن. وفي العالم، 25 شهيداً وأكثر من 80 جريحاً في 3 مجازر إسرائيلية بقطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. إلى التفاصيل. صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 من مايو الماضي بين الدولة التونسية وعدد من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. وبيّنت وزيرة المالية سهام بوغديري خلال الجلسة أهمية هذا القرض بقيمة 156 مليون أورو، وأكدت أنه سيتم سحبه مرة واحدة خلال شهر جويلية الجاري بالنظر لتعهدات الدولة خلال هذه الفترة. أهمية هذا التمويل إزاء الصعوبات الاقتصادية الراهنة في متابعة لأحلام الجسمية. اتفاقية تمويل بين وزارة المالية و16 بنكا محليا بشروط إقراض اعتبرتها الوزارة تفاضلية ومناسبة للدولة في ظل صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية والحفاظ على مستوى احتياطي العملة الأجنبية من جهة ثانية. ويؤكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندالي أهمية هذه الاتفاقية في تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة وتجاوز الصعوبات المسجلة السنة الماضية، خاصة منها الانكماش على مستوى النمو الاقتصادي والتداعيات على المالية العمومية. هذه الاتفاقية أتت في وقتها بعد الصعوبات التي أظهرتها النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة هذه السنة. هناك صعوبات على مستوى تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة، بالتالي هذه الاتفاقية ستعطي نوعا من الأريحية للمالية العمومية، بالخصوص على مستوى تسديد الديون الخارجية، مع التقديرات الأولية لموسم سياحي متميز، وكذلك ارتفاع المحاصيل من العملة الصعبة المتأتية من عمالنا بالخارج. إن شاء الله ما نشهدوش الأزمة اللي عشناها في 2023 عندما سددنا ديوننا الخارجية على حساب توريد ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أساسية، واللي أعطانا انكماش على مستوى النمو الاقتصادي، وهذا كان عنده انعكاس كذلك سيء على مستوى المالية العمومية. إن شاء الله سنة المداخيل هذه لا تكفي لتسديد الديون وكذلك لتوريد ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أولية ونصف مصنعة ضرورية لعملية الإنتاج، باش ما تعطيناش انكماش مرة أخرى على مستوى النمو الاقتصادي. يذكر أن وزارة المالية توفقت في الحصول على مبلغ مجمع بالعملة الأجنبية بقيمة 156 مليون أورو، ووفق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بهذه الاتفاقية المعروضة على أنظار البرلمان، فإن تعبئة هذا التمويل يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل الميزانية، وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. انطلقت اليوم بالعاصمة دورة الثالثة من لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية التي تنظمها وزارة التجارة والنهوض بالصادرات عبر مركز النهوض بالصادرات بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتتواصل إلى يوم غد. وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم برجب أكدت في افتتاح الأشغال أن قيمة المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء بلغت خلال السنة الماضية 650 مليون دولار، فيما قدرت صادراتنا نحو هذه البلدان بنحو 3.5% من إجمالي صادراتنا الوطنية. في سنة 2023 بلغت قيمة المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء 56 مليون دولار، وقدرت الصادرات التونسية ب 490 مليون دولار، وهو ما مثل 3.5% من إجمالي صادراتنا الوطنية.
وتستحوذ الصناعات الكهربائية والميكانيكية والزراعية والغذائية وكذلك الصناعات المختلفة على أكثر من 90% من حجم هذه المبادلات. بالإضافة إلى ذلك تتوفر إمكانيات كبيرة غير مستغلة في مجال التجارة بين البلدان الإفريقية على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والسيارات ومكوناتها والمنتجات الغذائية والمواد الطبية وغيرها من فرص التعاون غير المستغلة، مما يتطلب جهوداً متضافرة لتعزيز مستويات التجارة داخل مجموعة الدول الإفريقية ولضمان مشاركة أكبر في التجارة العالمية. من جهته أكد رئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في تصريح لزميل وجه النمر أن هذه الدورة من لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية تشهد مشاركة أكثر من 120 مؤسسة من 25 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء ونحو 200 شركة تونسية مصدرة، مشددا على أن تونس تسعى لرفع حجم مبادلتها التجارية مع الدول الإفريقية إلى نحو 5% من إجمالي الصادرات التونسية. مشاركة ما لا يقل عن 25 دولة من أفريقيا جنوب الصحراء، أكثر من 120 مؤسسة وفعل اقتصادي في الدول هذه، مش يلتقي نظرائهم في تونس من أكثر من 200 مؤسسة في لقاءات أعمال مباشرة، المبرمج إلى حد اليوم أكثر من 2000 لقاء مبرمج، بس تكون لقاءات مباشرة في 10 قطاعات واحدة بالنسبة للسوق الأفريقية، سواء الصناعات المعملية، الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، المنتجات الفلاحية، الخدمات في قطاع الصحة، خدمات في قطاع التعليم، خدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ثم كذلك قطاعات خصوصية كما مكونات السيارات. نعرف مثلا قطاع السيارات هو قطاع واعد في إفريقيا، احنا مؤسساتنا رائدة في القطاع هذا، نجم نزيدوا نطوروا أكثر صادراتنا نحو السوق الإفريقية. ثم كذلك بالنسبة لشركة الناشئة عندنا إمكانيات كبيرة لتطوير شراكات مع مؤسسات في إفريقيا جنوب الصحراء. وقع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للأعراف البوركيني تدفع نحو إحداث مجلس أعمال مشترك بين الجانبين. وشارك الاتحاد في أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي البوركيني الذي انعقد أمس تحت إشراف وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ووزير التنمية الصناعية البوركينية سيرجو بودا على هامش أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية البوركينية. أكدت مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز إشراق بن علي خلال تدخلها اليوم في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية أن الوزارة وضعت آلية جديدة تمكن الأشخاص من ذوي الدخل غير المنتظم من الانتفاع بقروض سكن عبر تفعيل الصندوق الوطني للضمان. وقالت إشراق بن علي أن آلية القروض تتوزع إلى صنفين، صنف يتعلق بتقديم قروض لاقتناء مسكن جديد في حدود 150 ألف دينار، وصنف يتعلق ببناء مسكن في حدود 100 ألف دينار، وأن هناك جملة من الشروط الواجب توفرها للانتفاع بقروض الصندوق الوطني للضمان. هو يقدم قروض يا إما لاقتناء مسكن جديد، ثمن الأقصى للمسكن هو 150 ألف دينار، وإلا قروض لبناء مسكن والثمن في حدود 100 ألف دينار. بالنسبة للبرنامج هذية تم وضعه معناها بمقتضى الأمر في سنة 2018. الأمر هذية حدد الشروط وحدد الفئات المستهدفة وطول ديتاي اللي المعنية بالقروض هذوم. أول شرط أن يكون المنتفع والقرين متاعه إذا كان متزوج لا يمثل يكون مسكن. الشرط الثاني الدخل، الدخل الشهري يجب أن لا يتجاوز 10 مرات السميك. إيش معناها؟ معناها إحنا السميك حاليا في حدود 495 دينار، يعني الدخل متاع المنتفع يجب أن لا يتجاوز في حدود 4950 دينار. هذا الشرط الثاني. يجب زيادة المنتفع أن ينخرط في منظومة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل على 6 أشهر. زيادة يجب أن تكون وضعية العقارية للعقار كسوة المسكن اللي بيش يشريه يجب أن تكون مساواة وقابلة للرهنية، وإلا الأرض زيادة يجب أن تكون مساواة وما فيهاش إشكاليات، خاصة إنه إذا كان باش ياخذ رخص بناء للقطعة الأرض هذه يجب أن تكون قابلة للترخيص، يعني كي يمشي البلدية باش يعمل مطلب تاع رخصة تاع البناء يجب أن تكون الوضعية العقارية مساواة حسب الترتيب الجاري بهالعمل.
وبخصوص كيفية انتفاع الأشخاص من ذوي الدخل غير المنتظم بقروض السكن، توضح مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز إشراق بن علي. باش ينتفع يزمي يقدم مطلب لدى البنوك المنخرطة في الآلية هذه، اللي هما 6 بنوك انخرط بمقتضى اتفاقيات باش تنجم تمول عملية إسناد القروض، يا إما لاقتناء مسكن جديد وإلا لبناء مسكن. توا كبداية تجربة أولى، فما اتفاقيات تعاملت مع 6 بنوك، سيتم تقييم التجربة هذه وفيما بعد سيتم تعميمها ان شاء الله على البنوك الكل. حاليا بصدد تفعيل هالصندوق هذايا، وعملنا امر ينظم تدخلات وشروط الانتفاع به، وعملنا ايام تحسيسيه مع بالتنسيق مع وزاره الماليه ومع البنوك ومع الشركه التونسيه للضمان باش نعرفوا بالصندوق، باش المنتفعين يسمعوا بالصندوق هذا شنو هي شروط الانتفاع، كيفاش نجموا يستفيدوا منه. وتويكا احنا بصدد تفعيل هالاليه هذيا، من المنبر هذا ندعيوا معناها الناس اللي توفر فيهم الشروط هذوما باش يقدموا مطالب لدى البنوك، وان شاء الله ماذا بينا احنا خاطر تم تحويل 10 مليون دينار لشركه التونسيه للضمان اللي هي ان شاء الله تبدا قريبا في اسناد القروض للمنتفعين. في بقية أخبارنا الوطنية، دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة الإشراف إلى التراجع عما وصفته بالقرارات الخطيرة المتعلقة بحذف عدد من مسارات التكوين في بعض مؤسسات التعليم العالي بناء على ما ورد في دليل التوجيه الجامعي 2024-2025، معبرة عن استنكارها عدم استشارة الهياكل الأكاديمية وتشريكها في اتخاذ هذه القرارات. الكاتب العام المساعد بالجامعة أبو بكر بن علي. تجميد مسالك تكوين في كلية العلوم بجفة، معهد العليا للدراسات التكنولوجية مثلا في سيدي بوزيد، وين فما مشاريع كبيرة برشا فيها تمويل خارجي معناتها مهم جدا، كذلك في جبس. الجامعة العامة للتعليم العالي تستنكر المسار اللي مشات فيه وزارة التعليم العالي في كونها تحذف أو تجمد مسارات بهذه الطريقة، من المفروض فيه محاضر جلسات وفيه اتفاقات في كونه كل ما يتعلق بالتكوين وبالحياة الجامعية يكون نقطة من نقاط اتصال والتواصل والتفاوض، لأنه وضعية المؤسسات الداخلية أهل مكة أدرى بشعابها، الهياكل العلمية المنتخبة هي الأدرى بمسارة التكوين وعدد الطلبة وإمكانيات العمل في هذه المناطق. لن تمر مثل هذه الأشكال من المراجعات للخارطة الجامعية، وبالتالي دعونا كل الهياكل الجامعية والهياكل المنتخبة والنقابات الأساسية والفروع الجامعية الوقوف صفا واحدا لتدارك هذا الوضع ورفع مواقفها الرافضة إلى سلطة الإشراف. اتصلنا بسلطة الإشراف ولم تظهروا حاليا المضي قدما في اجتماع. انطلقت اليوم عملية التسجيل في خدمة نشر نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2024 عبر الإرساليات القصيرة. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي أكد في تصريح لنجاة حسن أن المسجلين بهذه الخدمة سيتلقون قبل موعد الإعلان الرسمي يوم 7 جويلية الجاري إرسالية تتضمن كل تفاصيل المناظرة، على أن يقع نشر نتائج المناظرة على شبكة الإنترنت. مناظرة دخول مدارس إعدادية نموذجية اللي شارك فيها 59,000 مترشح و 72 ناظروا على 3850 مقعد للمدارس الإعدادية النموذجية. وزارة التربية ككل سنة توفر خدمة قبل الإعلان الموعد الرسمي للنتائج اللي باش يكون نهار 7 جويلية الإعلان الرسمي، خدمة تحصل على النتائج عبر إرسالية قصيرة SMS تتضمن كافة تفاصيل نتيجة المناظرة، الأعداد في مختلف المواد ومعدل المناظرة ونتيجة المطلب الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية. وزارة التربية فيما بعد تنشر النتائج دي على شبكة الانترنت في نفس اليوم. الخدمة دي انطلقت ابارتير من اليوم 2 جويلية 2024 على الساعة 10، مثل بتوجيه ارسالية قصيرة الى الرقم 85005 على النحو التالي: كتابة 6 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة. تستقطب المهرجانات الصيفية الكثيرة من التونسيين الذين يفضلون السهر على خشبات المسارح التونسية للاستمتاع بالعروض الفنية المتنوعة التي تجمع بين المحلية والعربية والدولية. ومع اختلاف أذواق وميولات الجمهور الواسع من مختلف الأعمار والشرائح، يتطلع الكثيرون إلى تلبية حاجياتهم في مختلف العروض المبرمجة. صالوحة بوكري تحدثت إلى عدد من المواطنين ورصدت آرائهم. فيها حاجات في أعمارنا كما مثلا رابريت ولا كما مش عاطينا قيمتنا برشا، فهمت؟ مثلا رابريت يجوا مرة بعد قداش، وإذا كنت ألبوم قيمته برشا ولا اللي في جورنا نحن جينيراسيون في جورنا نحن. واحد باش يتفرج معناها يعدي 10 دقايق ولا شيء، يحب يجي حاجة تفرج معناها ما
مهتم، هو واحد ما قاش ما ياكل في كرش مشي في الحقيقه ما نمشيش، بل كنت نمشي بل ما سمعتش برشا عروض، وكا هو شويه وكا هو ما ليه العروض التونسيه علاش الاجنبيه؟ الاجنبيه يمكن كعبه كعبتين كا هو، من كل عروض التونسيه عندنا برشا حاجات وكا برشا فنانين اذا كان ينظموا امورهم ويلقاو معناها تشجيع وواحد وفلوس بصراحه يبدعوا كيما الفنانين اللي توفوا الله يرحمهم تو في الذاكره والتو يعرضوا فيهم في التلفزه نتفرجوا فيه. يبون الراب، خاطر الراب اكثر حاجه هي اللي واصله تو في تونس وواصله في العالم الكل. أما الراب راهو هو اللي دخل العملة الصعبة تونس. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. أخبار العالم الآن، ونبدأها بآخر التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد العشرات من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف نفذته طائرة الاحتلال الصهيوني ومدفعيته على عدة مواقع في قطاع غزة، تركز أساسا على مدينة خان يونس جنوبا وعلى حي الشجاعية ومخيم نصيرات وسط القطاع. مصادر طبية فلسطينية أعلنت اليوم أن جيش الاحتلال ارتكب في الساعات 24 الماضية 3 مجازر راح ضحيتها 25 شهيدا، إضافة إلى إصابة 81 فلسطينيا. يأتي ذلك بينما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم أن 250 ألف فلسطيني اضطروا إلى النزوح مجددا من مدينة خان يونس رغم عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة. على صعيد سياسي، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين الصهاينة أن كبار جنرالات الجيش يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حماس في السلطة في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الجيش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووفق الصحيفة، يعتبر الجنرالات أن الهيئة ستكون أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لاستعادة باقي المحتجزين لدى الحركة. وكانت هيئة البث العبرية قالت إن المستوى السياسي منح أمس الجيش الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على قطاع غزة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه المرحلة تشمل بقاء قوات الاحتلال في محوري ناتساريم وفيلادلفيا للضغط على حماس، مضيفة أن الضوء الأخضر الممنوح للجيش سيتيح مواصلة العملية العسكرية ولكن بشكل آخر. على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله اليوم قصف 7 أهداف صهيونية في الجليل وتلال كفر شوبة المحتلة، فيما شنت مسيرات الاحتلال ومدفعيته عدة غارات على بلدات في جنوب لبنان. في الأثناء، جدد وزراء في الكيان المحتل دعواتهم إلى بدء عملية عسكرية واسعة ضد حزب الله في لبنان. في بقية أخبار العالم، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع اليوم بارتكاب مجزرة جنوب شرق البلاد أدت إلى مقتل 40 مدنيا وبتفجير جزء من الجسر الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم. رفض أكثر من 180 مرشحا يساريا في فرنسا المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد لمنع المعارضة اليمينية من الفوز، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توحيد الصفوف ضد حزب التجمع الوطني اليميني عقب النتائج الضعيفة التي حققها حزبه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وأخيرا، حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن قوة الإعصار بيريل الذي يضرب شرق منطقة الكاريبي بلغت أعلى فئة على مقاييس الأعصير المؤلف من 5 فئات. بهذا نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين تونس وعدد من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. بين انطلاق أشغال لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية في دورتها الثالثة، وزيرة التجارة تؤكد ضرورة الاستفادة من الفرص غير المستغلة في مجال التجارة مع البلدان الإفريقية. في النشرة، تابعنا تفاصيل برنامج وزارة التجهيز والإسكان لتمكين الأشخاص من ذوي الدخل غير المنتظم من الانتفاع بقروض سكنهم.
وفي العالم 25 شهيدا وأكثر من 80 جريحا في 3 مجازر إسرائيلية بقطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وموعدنا الإخباري القادم في تمام 2 بإذن الله. إلى اللقاء.